نرحب معكم مرة ثانية وبرنامج مستر مصز وحلقة جديدة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. نكمل مشوارنا مع الكابتن المبدع خالد سليم في تمرين عضلة البطن. نبدي معاكم حلقة اليوم بعد الفاصل في هذا البرنامج، وتابعونا لأن عنده أفكار وايد جميلة خاصة بتطوير هذه العضلة. من بعد الفاصل معاكم مره ثانيه وبرنامج مستر مصلز. نكمل مشوارنا اكيد مثل ما قلناكم في المقدمه مع الكابتن خالد سليم، اللي حلقه عن حلقه قاعد تفاجئ معاه بالتمارين اللي يطبقها مع الكابتن شريف يعطيه العافيه. حلقه اليوم مبينه السحب، ولكن هل راح يكون السحب الاعتيادي ولا مفاجاه اخرى من الكابتن خالد سليم؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف صحه كابتن شريف؟ مساء الخير، طول عمرك كابتن خالد. انا قلت يعني مفاجاه ولا مو مفاجاه، شو الموضوع اليوم؟ انا دائما بعيد عن الكلاسيك، تعجبني دائما عندي التقنيات، وانا احب التقنيات. ممتاز. وحقيقه التقنيات الفكره مالتها، فكره التقنيات انك انت شلون تروح شورت كات لاحسن نتائج كقوه كعضل كسب عضل كسب وقت، كلها في التقنيات. وتفاجئ العضله، العضله مع الايام تتعود على التمرين الكلاسيك، ففجاه تعطي تمرين مو متعوده عليه فيصير فيها ضخامه او النتيجه تدورها. صح. وهذا واليوم بالذات احنا عندنا يعني راح نستخدم مبدا الشوكينج، مبدا اللي صدم العضله حتى تكسر الروتين اللي متعوده عليها. الكلاسيك هو روتين. نعم. ما يمنع انا دائما لما اروح تقنيات اخذ لي اسبوع روتين بعدين ارجع مره ثانيه تقنيات. حلو. شلون؟ فهذه فكره التقنيات عشان اكسر هذا الروتين. حلو. زين، تكسر روتين في نتائج، ما تكسر روتين نتائجك بدها تطيح. يعني الشوك العضلي شيء مهم جدا للاعب كمال اجسام او الفيزيك او اي احد يدور الجسم اللي نقدر نقول اللي يحبه اللي يدوره النتيجه اللي يدورها. فبدون الشوك يكون الشيء رتيب ممل، ممكن العضله تتاقلم، ممكن تمرن سنين نفس الشكل نفس الاطار العضلي اللي هو عايش فيه. فوق هذا ملل. ملل، وايد ملل. يعني لما يكون نفس الجدول نفس التمرين باي بيطان سحب، فالواحد يحس انه بيغير. ايوه. إيه؟ فلما يجي النادي ها نفس الروتين يلا. فاليوم راح نكسر الروتين. دائما تقنيات كسر الروتين تعجبني، هذا المطلوب. ايش راح يكون معنا اليوم؟ اليوم عندنا بيطان سحب راسي. احنا قلنا سحب الراسي يركز على البيطان اللي سبعه. نعم. اللي يسمونه في تيبر. نعم. الفي تيبر او السبعه هذه إيه؟ ما يطلعها سحب عمودي. العمودي حق شغلات الداخليه. حلو. اما حق السبع فتح سبعه لا اللي هذه لما قاعد بالستيج مسوي كذي يصير سبعه بالضبط. إيه؟ هذه طلعها السحب راسي، لان عضله اللات عضله البيطان مرتبطه بعظمه الايد هالصوب. نعم. من هنا. نعم. الحركه الفوقانيه هي اللي تخليها تنقبض، هي تطلع الشيب هذا. بالضبط. اما اذا العضله الداخليه مرتبطه من هالصوب بالاكتاف من ورا وال نوع هذه حركه فراي شويه. اي نعم. حلو. فعشان بيطان احنا عندنا اليوم طريقه غريبه وعجيبه ما راح تشوفونها باي مكان، اتوقع اول مره راح تشوفونها ان شاء الله يا رب. من النبي النبي الغريب والعجيب والمفيد حق المشاهدين. بالضبط. حلو. هي الفكره مالتها اليوم راح نط يعني نطق زاويتين بجوله واحده. انت شنو قاعد تقول؟ عصفورين بحجر واحد. بس قبل نكمل كلام اخذ فاصل وتشوفونا لايف مع الكابتن خالد سليم. فاصل ونواصل وياكم. وضعية الرابعة الجنب الثاني، نفس ما قلنا الريل اللي صوب التحكيم حكام تكون للأمام، الريل الثانية تكون للخلف مع شد البطات، الكتف مشدود، الذراع لا تنسى تشدها، تسحب خصرك معدتك وتميل شوية، مع لا تنسى كتفك الثاني يكون مشدود مع الأذراع، لا تنسى تشد جنبك الثاني. معكم بعد الفاصل مع الكابتن خالد سليم اللي قرر اليوم في حلقتنا أن يضرب عصفورين بحجر واحد، عضلتين بتمرين واحد. مساك الله بالخير مرة ثانية. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. زاويتين من عضلة تمرين واحد. تمرين واحد. إيه نعم. خلينا التعبير.
اي نعم. الفكره مالتها احنا قلنا وش البيطان اذا بتروح انت واسع راسي اي كلمه ذا وايدر يو جو ذا وايدر يو جيت، يعني كل ما تبعد ايدك كل ما يصير اعرض توسع اكثر. حلو. فليش الكوع ايش قاعد يصير؟ يسحب زياده يروح على الجنب يفرش معه. اي فاذا رحت ضيج وين راح يروح كوعك؟ داخل فراح يركز ما يركز على علو البيطان السبعه راح يركز على بوزها وعلى حجمها نوعا ما ولا ما له علاقه وبس ينمونها. بس وين الزاويه مالتها؟ زاويتها اذا انت واسع بشكلها صوب. حلو. اذا انت ايدك بشكل راح يصير مني البوز يعني ضيج حق اخر العضله. ايه. والواسع حق العضله من فوق والمتوسط حق بينهم بين يعني سبحان الله جت كذي واسع فوق متوسط بينهم ضيج تحت كلش. الحين راح اسوي حركه غريبه اللي هي تبي تشوفه ولا نتكلم عنه؟ شوفه لا شوف لايف شوفه وتكلم عنها ونعدل شريف شويه. ها ونعدل شريف حبيبي يا شريف تفضل كابتن. يلا كابتن. طبعا انا قلت حق كابتن التمرين راح يسوي الحين الحركه ايه يختار وزن اللي يقدر يسويه. بالتمرين هذا هل الوزن مهم يكون ثقيل ولا التكنيك هو الاهم؟ التكنيك لان هي تقنيات وليست نعم. اوزان نعم. شوف الحركه هذه واسعه ليش؟ عشان الفوق هنا. حلو. هذه ضيجه اوكي بالشكل هذا حق البوز هنا بوز البيطاني بوز تحت الصوت. انا بصراحه اول مره اشوف راح بشوف لايف راح اشوف اخوي مشعل راح يحس ان هذه اثقل يعني الوزن على هذه اكثر من هذه تحس خفيفه زين توكل على الله. 10 طقات روح. شنو شعورك شريف؟ والله تمرين زين. لا جدول راح تغير بالكامل كابتن خالد. لاحظنا الكوع هذا كوع صاير صب قدام داخل إيه؟ عشان اسفل البيطان إيه؟ والكوع هذا على جنب حق اعلى البيطان. بس خلص منها. لاحظ شغله انه مو مهم فيها الفريزنج او اللي هو الثانيتين الوقفه. اي لا لا لان لا هي عروضه ولا شيء هي أيه. حركه بس اذا الحين خلص 10 طقات ما زلنا بالجوله الاولى ها يبدل الايد الثانيه العكس الجوله الاولى ما زلنا اي 10 عكس هذه الجوله الاولى هذه الجوله الاولى الحين يا سلام 10 ب 10 يعني الوضع واذا عنده انك متفطر عدل واذا عنده باور يروح 15 ولا 20 20 فبرمضان الواحد يعني يدير باله يكون يعني متفطر عدل ويتمرن التمرين هذا حتى يقدر يؤديه او حتى اذا كان مرحلة قبل الفطور يكون عنده باور مو يتمرن التمرين هذا والسلام ويتعب يخلص منها طبعا يصير العكس. زين لاحظنا القبضه ضيجه مسكها بهذا الشكل الايد مواجهه بالشكل هذا اي مو كذي كذي اذا مسكتها كذي راح يؤذيك عضله يسمونها عضله الكعبريه عضله الكعبريه هذه راح تاذيك اذا يكون عليها ضغط وايد فتاذيك حتى نوخر منها بالشكل هذا عندنا الكوع حصوب مو يهمنا الايد إيه؟ فبالتالي اهم شيء عندنا الكوع يكون داخل إيه؟ فخليه بهذا الشكل زين المسكه تكون بشكل هذا اي نعم وهني نفس الشيء ولا العكس؟ لا هني الطبيعي العكس ابعد شيء حلو ابعد اخر ابعد شيء وهذا هني عند الخط حلو طيب قضيت شيء الجوله الثانيه ابدا العكس بالضبط نفس الفكره القديمه نفس الفكره القديمه ممتاز فاذا الجوله الثانيه كابتن شريف ياك الجوله الثانيه العكس هي اللي مسكت الاول هي الجوله لازم مره هني ومره هني هاي جوله كامله يعني كانك لعب جولتين مع تبديل الايد الجوله الثانيه العكس تبدي وتلعب نفس طريقه الجوله الاولى وبالتالي مثل ما قلنا هناك اذا بتلعب جولتين بس ما عنده وقت جولتين روح 20 20 وارتاح ايه واذا لو بتروح اربع جولات لانه لازم مزدوج اسمه تكرار الجولات نعم. فتروح 10 10 الافكت جولتين 20 20 يوازي نفس الشيء يعني ما احس بالذنب على 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 نظام نيو سكول التوجه الان التكرار ايا كان اوكي اوكي واكيد اوكي تمرينك يعطيك العافيه كابتن خالد اتوقع احنا الحين وصلنا حق ختام حلقه اليوم حاب تضيف نصيحه او معلومه عن هذا التمرين للمشاهدين التمرين راح تحس ان الضيجه اصعب عليك هذه وايد خفيفه نعم. عشان كذا لما تروح الجوله الثانيه ايش نخلي احنا الجوله الثانيه تبدا عكس العكس حتى توازي القوي ايوه نعم يعطيك العافيه عافيك جواك مشكورك شريف جواكم الله الوعد معاكم باكر ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم العافيه باكر ان شاء الله وبرنامج مستر ماسلز مع كابتن خالد سليم وشريف وتمارين وتقنيات وتكتيكات جميله وجديده عليكم تابعونا